حلم أكبر منه بكذبة صغيرة بيوهم كل الناس. واللي بيقدر يضحك غصبا عنه بيربح كل العالم بالإحساس. يعني هي هي بالدمعة وبالغنية فيك تعيش سنينك بالأوهام، فيك تصدق حالك بالأحلام، لكن لا تتشاطر عالأيام. اطلعي شوي لبرا، جاي على بالي شوفك. ما في داعي نستعير رومانسيات مانا مضطرين عليها. لا مضطرين حبيبتي، مضطرين. اخيرا قلتها. يلا خلاص فوتي لشغلك اديني بك. اشتقت لك على فكرة. وأنا كمان على فكرة. العقيد جبر كثير معجب فيك. شو بدي بالعقيد جبر؟ أنا بدي إياكي أنت تكوني مشتاقتي لي. أنا انتهيت. مسعود عن جد ما حدا مصدق اللي عم يصير فيني، أنت منين طلعت لي؟ طلعت لك من الهوا، من السما، من سحاحير البندورة، طلعت لك من القمقم. بكره ناطرتك. بدنا نفوت سوا على بيت أهلي، البابا بيفهم الإشارات. لا 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 ما بدي بالإشارات، بدي أنت قبل تمهدي كل شيء. أنت سبقيني وأنا على الساعة 2:30 بكون عم دق عليكم الباب. تصبحي على خير يا روحي. وأنت بخير حبيبي. طبعاً المصاري بتشتري حسب المسار. لا يا ستي هذا الحكي مو صحيح. بلا صحيح، بس انت مالك رضيان تصدق لانك لهلا عايش كذبه الحسب والنسب. لك والله لهلا مصدق حالك انك ابن عيله. طبعا ابن عيله. وانت بنت عيله؟ سابقا حبيبي سابقا. ارحم حالي بنت عيله. شو هالبنت العيله اللي بتشتغل 12 ساعه جرسوني؟ لا صعيب اوتيل 5 نجوم بس انه جرسوني. لك أكثر من شهرين عم تذكري هالكلمة، قرصوني قرصوني.
إذا كتير زعجك الشغل بطلي تقاعدي وعدي بالبيت. تعبت أيام، تعبت وقرفت من الشغل كتير. بتضحك القصة وقت اللي بقرب على طاولة مشان آخذ الطلبات والزباين بيقروا اسمي بيقوموا بيسألوني إذا كنت عن جد بنت العيلة الفلانية، وقت اللي بقلن إيه ولك بحسهم بيخافوا يطلبوا مني الطلب. مسخرة مسخرة. معناتها المصاري بتساوي حسب النسب. بس بالأخير هن بيسكنوا ببيوت حقها 50 مليون، أنا بوقف بنطر سيرفيس جرمانة. عبرة بالنتائج. لحما نقستي؟ بيت شران قلبك. هاني وينه؟ ليش انت شو بيهمك؟ اجت امه اخذته لعندها. شوفي ام سعود، اذا الدنيا كلها ظلمتني انت لا تظلميني. ايه؟ مشتاق له، ناطف قلبي على ما اشوفه. رح اروح اطمن عليه وارجع. انا بكره رايح اخطب، اذا كنتي حابه تروحي معي جهزي حالك. مع هالولد دايما ملحوق ومستعجل وغريب، والله ما عم بفهم عليه. معقول يكون بيقدر يفك محكوما على حبل المشنقة؟ لا، وبعين وزراء وبقيم وزراء. شو صاير لي عم بحكي مع حالي؟ استغفر الله العظيم يا ربي واتوب اليك. كنت مارق من هون بالصدفة، قلت لحالي بجي بتطمن عليك. شو أخبارك؟ أهلا وسهلا عمي شرف. بيت بيتك يبدأ المحبة تجي. تفضل عمي شرف. ساتك عم تقرأ كتب عن التراث؟ أحسن ما تشوف الحاضر يا ابني. على القليل الماضي في شوية عزة نفس. تشرب شاي معي؟ والله معك بشرب السم الهاري، ما عندي مانع. عملت عين لقل انك رجعت على البيت، هذا احسن حل. انت اسباب طلعتي من البيت وانت اسباب رجعتي. كيف انا؟ ما فهمت عليك. لما تزوجت ليلى طلعت من البيت لاني ماني قادر اعيش مع حماتك لحالنا. وقت طلقتها رجعت لأنه ليلى رجعت للبيت. هي اللي طلقتني. أنت اللي طلقتني. كيفك؟ لقبل ثانية كنت كتير منيح،
هاي الحقيقة. أنت اللي طلقتني. ما مهم، بالنهاية طلقته. هات عنك بابا. بدك سكر؟ نسيتي كيف بشرب الشاي؟ خايفة تكون غيرت عاداتك، ما عاد حدا يقدر يحزر عليك. وينه هاني؟ بالسويد تبعه. نايم ولا فايق؟ لو كان فايق كنت شفته هون. وين رايح؟ هلا بيبرد الشاي؟ حبه بارد. شفتي كيف ما غيرت عاداتي؟ شو كنتي بدك تقولي لي؟ كنت بدي اقول لك خلي هاني يعيش عندي. وبعدين؟ غيرت رأيي. ما بدي هاني يعيش عندنا هون بالبيت. أمي رح تجنن. من بعد إذنك عمي. بشتري لك بيت أنت وهاني وعيشوا فيه. أنا بصراحة ما بدي ابني يضل مشنطط. أنا ما عندي استعداد مرة ثانية أرجع نام الكراج. وليش لحتى تنام بالكراج عمي؟ بتعيش معهم في البيت اللي بدي اجيب لها اياه؟ ليك عمي، انا ماني مستعد نام الا ببيتي او نام بالشارع. ما الله يرضى عليك عدم المؤاخذه. تتفاهم انت وليلى مشان هاني. اتركوا عنا هون بالبيت وانا بحطه بين عيون الاثنين. هلا المشكله صارت بامي؟ من طول عمرها هي المشكله. خلص هاني يضل عند امك وانا بين هون وهنيك. خاصه بعد ما سمعت انك سكنت عند الاكابر. أهلين حنان، كيفك؟ إيه فتت؟ خمس دقايق، عم دور على رواية لأغاثا كريستي. ما بعرفك بتحب الكتب. لا من زمان بحب القراية. أهلا وسهلا. الله يخليك. كلمة على إيدك اللي صعب تلاقي المكتب. شكرا شكرا. إذا بيلزمك شيء أنا على مكتبي. إيه أكيد، تسلمي. أهلا وسهلا. بدك ياني انا روح معك على بيت وزير؟ شو ناقصك لك امي؟ بعدين الجماعه كثير طيبين وحبابين، لو تشوفي بنته بسيطه متواضعه مثل حكايتنا. انسى لك ابني انسى، هدول حكامنا وقد ما تواضعوا بضلوا هن الحكام ونحن المحكومين، بقى انسى وروح لحالك الله يرضى عليك. مصره تضلي هون؟ كنت مصره شوي، بس هلا انا متاكده ما بدي اروح. خليني هون، بدي اقعد بين اهلي وناسي وحاجتي
لك ابني انا راحت علي، انت شوف حياتك. طب شو رايك اشتري لك بيت جنبي؟ ما تحاول لك ابني، خلص خلصنا، الا اذا كنت بتخجل لاني ساكنه بالدويلعه. لا يا ام مسعود، انا بدي اخجل انك ساكنه بدويلعه؟ بعدين انا بخجل اني ابن الدويلعه؟ إيه هذا شرف بيشرفني وتاج على راسي من هون لحتى موت. تعي هاتي بوسه تقبري عظامي، تعي هاتي بوسه تقبرني. الله يرضى عليك حبيبه قلبي. أغراض جابهم شب. روحي. ست مايا منقية شب عنده ذوق. مدام بده يدفع كل هالمصاري، شو عليه؟ خليه عنا، انت امه بتربيه. وعدم ابدا، شلون غيرتي رايك بقى؟ مو قلتي انه ما بدك ابنك بالبيت وما بدك تصرفي عليه؟ تعرفي؟ إذا بيشتري لك بيت بيكون أحسن وأحسن من نحط له ابنه على راسنا من فوق، نفتح له روضة ومدرسة يا ستي إذا بدك. تعكو غاوية فقر مثل أبوكي. ماما شو عم تسوي عندها؟ ما برد. قوم تع عود هون كور. عواطف التيتا تقبرني، ما بتنشرب مصاري. شو قلتي خانوم؟ ما قلت شي، عم بسعل. من قليل الولد انسطى. ومين قال لك اني بحب قراءة المذكرات وكتب التاريخ؟ توقعت عمي، توقعت انه كل جيلكم بحب التاريخ ومتمسك بالأمه. طبعا. بعدين بتذكر شفت لقاء لحضرتك على التلفزيون كنت عم تحكي فيه عن نضالكم السري الطويل. شو رأيكم نأجل الحكي لبعد الغداء؟ لا بالعكس، نحن ما عنا شيء. على كل، نحن صرنا زمان ما شفناه لجبر، شايفه تقلان علينا. لا يا خال، الله يسامحه، الشغل صاير لفوق راسنا. وبتعرف الظروف اللي صارت بالمنطقة وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق خطيرة، ونحن صرنا مستهدفين. طبعا مستهدفين، لأنه ما حدنا عن الثوابت. بس الشيء اللي عم بيصير بهالبلد مو عاجبني بنوب، لأنه الفساد مثل السوس عم ينخر ويخرب كل شيء حلو بهالبلد. يعني معقول يا جبر بعد ما بنينا الاشتراكية بدمنا ونضالنا بيجوا هلا بيفتحوا لي السوق على الإمبريالية يلي صلنا زمان عم نحاربها؟ إذا كان معقول يا خال هالكلام اللي عم بيقولوه بالتلفزيون؟ ما بعرف، بس حضرتك تعرف أكثر. ولا شو رأيك مسعود؟ عمي أنا الحقيقة مهتم كتير بهالقوانين والمراسيم اللي طلعت بهالكم سنة الأخيرة، بس للأسف قبل ما يبدأ تطبيقها بيفسروها بطريقة بتعطي نتائج عكسية. وهذا اللي قلناه وأكدنا عليه باجتماعاتنا. طمني كيف الشغل؟ حاسس حالي بدرس قومي، العلمات مطولين بهالسيرة. ما بعرف، بس إذا بدك تنطر البابا ليخلص حكي عن نضالاته ونضالات رفقاته ومنخلص للصبح، تصرف. عمو الحقيقة نحن بدنا نحكي مع حضرتك بموضوع شخصي. مايا وأنا حابين نرتبط. وطالبين مباركتك. ايوه، ليش مستعجلين؟ يا خال شباب وما عندهم وقت، ومسعود شغله لفوق راسه ما شاء الله، من المحافظة للمالية للجمارك لإدارة المشاريع الاقتصادية.
بصراحة عمي نحن مستعجلين لأنه مالنا صغار، ومستعجلين على كتب الكتاب بأسرع ما يمكن. بدنا مباركة حضرتك وموافقتك طبعا، وشو بتأمروني أنت ومايا؟ أنا تحت أمركم. شايف يا جبر؟ شايف الجيل قديش بحب الاختزال والاختصار؟ مثلي بحب جوهر الأشياء. على كل إن أنتوا شوفوا شو بدكم تعملوا وأنا جاهز. بابا من بعد إذنك إحنا بدنا نتزوج وما بدنا نعمل حتى عرس ولا شهر عسل، مو ناقصنا غير مباركتك. إذا واقفين على مباركتي فألف مبروك، بس برجع بقولكم تريسوا شوي. حبيبتي هي سيارتي مو سيارتي. أنا ما بدي شيء، ما بدي غير إنك تحبني وتهديني ورد. شبعت سيارات ومصاري ومجوهرات، إذا بقعد أنا وأهلي بصرف المصاري اللي عنا 200 سنة وبيخلصوا، أنت لسه ما بتعرف. حبيبتي ولا بدي أعرف، الشيء الوحيد اللي بدي أعرفه إنك تكوني جنبي ونكون مبسوطين ومروقين ونعيش أيام حلوة، هذا الشيء الوحيد اللي بدي إياه منك بس. إن شاء الله يا رب. شو لوين؟ رح أروح على بيروت أنا وإياكي، نقضي لنا يومين وليلة حلوين. تأكيد مجنون. مجنون؟ بس بكون مجنون أكتر إذا ما بقضي كل لحظة بسعادة معك. تعي نجن مع بعضنا. شو ورانا؟ أتصل فراس. هلا فراس اللي بده يجن. مرحبا فراس. يا رجل أنت يتيم مقطوع من شجرة، ما عندك أهل، ما عندك أصدقاء، ولا أهلك وأصدقائك مانو بمقام أهل المدام؟ ألا شو بدك بكل هالحكي؟ أنا عايش أحلى أيام حياتي، طالع يومين على بيروت وراجع، استلم أنت الشغل. طيب يلا بسرعة بسرعة، وينو زاهر بعد فيليا؟ شو بدك مني؟ أنا بالمطار. إيه طيب، توصلي بالسلامة. السلام. والله لسه ما خلص، بس بدي اسالك في الاراضي اللي اشتريناها اخر شيء مالي عارفه من بدي ادفع حقه. بس يجي معلمك اساله. يلا هلا معلم، هاي الاراضي مو للشركه؟ طبعا طبعا، خلص عمل همي وادفع حق الاراضي من حساب الشركه، واعمل لي هذا التقرير الشهري مشان اعرف حصه الاستاذ رشيد بسرعه. صار استاذ. آسف على غلاصتي، بدي أطلب منك طلب، تنسي رقمي وتنسيني نهائيا. ممكن حاجتي إني
خلاص بكفي خلاص خلاص. حياتك وانت حرة فيها، وارجوك لينا بترجاكي ارجوكي ارجوكي تعتبري حياتي ملكي وانا حر فيها كمان. دير بالك على حالك. ايه فراس؟ نعم بابا. تعال بابا. بابا مسعود وينه؟ ببيروت مع عروسته. هلا هلا وينه؟ ببيروت ببيروت ببيروت. الله. طيب عنده هاتف هنيك؟ شو بيعرفني؟ لحقان لحقان تهز له بدنه وجاي بعد يومين. ويلك. كيف؟ حكيتني؟ لا لا. أهلين، فوت فوت. عم شوف شو بدي البس اليومين، بحط طالع اواعي لقدام. حلوين حلوين. حلو هذا مع جين صح؟ حنون تروحي معي مشوار؟ لوين؟ شو بعرف مضايق خليك. ايه بروح معك يلا، بلبس وبلحقك. يلا ناطرك. يلا. بس ها منيح اللي داخلك لتاخذنا مشوار. شو؟ ولا شيء ولا شيء. لك شو؟ جيتي بوقتك حتى ضلت القهوة عندي. ايه والله خرماني على فنجان معك. شايفتيني هالشب شو حلوة؟ الله وكيلك وقت بنمشي سوا بالشارع بقول له اصحك اصحك حسك عينك تقول لي ماما. ما شاء الله يكبر عين. اهلا اهلا اهلا. لك الصبايا ما احلاهم. تعال تعال افرجيك شو رسم. روح ماما روح. بك يعني اوكي؟ لا لا ما فيني شيء. فوت فوت. يي ضلت القهوة. تعي هون. شو بكي؟ ما بعرف مخربطة وحاسة حالي رح موت. شو صاير معي؟ شو صاير معي؟ مالي قدراني طلق نبيل بنفس الوقت مالي قدراني عيش معه. لك ما عم طيق يقرب علي. أنا عشقاني باسل ما بدي اتورط أكتر معه. توقعت بس مو لدرجة العشق يعني. وهو لا حس ولا خبر من وقت ما قلت له لبقى تتصل مع الدقلي. طيب وأنا شو المطلوب مني بالضبط؟ ولا شيء. سألتيني وجاوبتك. طيب شو اللي بيمنعك تشوفي؟ ما فيني خونه لنبيه. أنا إذا باسل بلمسني بطلب الطلاق فوراً. ما بحب الازدواجية. قلتي لي عشقانتي؟ أنا اللي كنت مفكرة إنه ظروفي أنا وباسل بتزبط مع بعضها كتير. هو صار له زمان مسافر برات البلد. من زمان كان معجب فيني. وأنا مرة حرة. يعني لا وراي ولا قدامي. كان كل شيء مهيأ إنه تكون علاقتنا استثنائية مع بعض. هو بالاخير زلمه ماله تافه ومنسجم مع حاله كثير. الظاهر نحن التنتين جاي عبالنا نندم. انا اذا بعدت عن باسل رح اندم، واذا رحت لعنده كمان رح اندم. اذا رجعت بجن وتركتك بشقى. بصراحة
منيح اللي قدرت تحسب قصة بحياتك. بكفي قصة لينا. كنت أفكر إنه الواحد إذا صار معه مصاري بيصير إنسان سعيد. بدون حب ما في سعادة. وين هذا الحب؟ دور عليه بتلاقي. أصلاً ألبوم الصور تبعك ناقص. زوجة وأطفال وعشية سرية. مشان تحس بالذنب ولما ترجع على البيت تقدر على غلاظة الحياة الزوجية. حلوة هالنظريات. إيه على فكرة إياد صاير زبون مداوم بالمكتبة. سري مري. سري مري؟ حنون؟ إياد بعمر ما فتح كتاب غير كتب الجامعة. بعرف. متضايقة لأنه في شاب مهتم فيكي؟ لا بس ناطرة نهاية اهتمامه. هلا عم يتفحصني مشيتي طريقة لبسي. بدي اشوف اخرتها معه. مثل كل هالرجال الجبناء بيعجبوا باخت رفيقهم وبيضلوا خجلانين يحكوا لانه بيعتبروها مثل اختهم. طيب خدي المبادرة. اياد شاب خجول. زمانه عجبته بنت بالجامعة. ضل 3 سنين لحتى قال لها مرحبا. ممتاز معناتها انه سالني كيفك وكيفه عمه ابو زهير. معناتها ماشي الحال. نمت باسي؟ لسه بكير. بعدين انت شو اللي مفيك؟ انت موظفة والمفروض تفيقي بكير. انا ما تخاف علي، دبر حالي متعودة. اليوم كنت عند ميساء. انه انا بس مستغربة. وحدي قالت لك لبقى تدق لي بتقوم تقطع هيك فجأة فرد قطع؟ أنا هيك بصدق كل شي بيقولوا الناس وما بحب زعل حدا. كيفا؟ منيحة. هي مو منيحة كتير، وضعها مكركب شوي. مفروض هيك تبقى لوحدها حتى تعرف شو بده بتحسن أمورها. تعرفي ليلى، أنا ما عندي شيء أقدمه لحدا. أوكي، على كل حال أنا هالفترة ما عم بطلع من البيت. تصبح على خير. أنت نور. اسف بابا، كنتي نايمه؟ لا انت ليش سهران لهلا؟ جيت لحتى اشوف هاني، كثير انا مشتاق له، صلي من الصبح ما شفته. طيب خلص طالما نايم انا بكره بشوفه. تصبح على خير بابا. كن اهلا بابا. تركنا من أسبوع وما نعرف وينه. مثل العادة بيغط بيغط وبيرجع بيطلع لنا. لا نحن بنقدر نسأله ولا هو بيقول. خليه يتركنا، بلكي بيريحنا من صوته الحلو اللي بيطلع الطالع والنازل. يا ريت يترككم نخلص من هالقصة بقى. وين نروح يما؟ يما أنا عم بشتغل ومعي مصاري، نقدر نعيش. فكري بشو؟ إنكم تيجوا تسكنوا معي. يا ريت يا قاسم نروح منعيش معك، بلكي نخلص من هالعيشة الحلوة. الله يساعدنا. شوف حياتك يما، وإذا معك قرشين خبيهن للأيام السودة. على أساس عنا أبيض وأسود، ما كل أيامنا سودة. بس يزعجكم احملوا حمالكم وتعوا عيشوا عندي. الله يرضى عليك. تصبحوا على خير. أنت بخير أخي.
تقبرني. السلام عليكم. سلام، خوي القاصف. وينك يا حلو؟ صباح الخير. صباح النور. شو مفيقه بكير للحلو؟ العادة، شو بدي أعمل؟ بدي بطلك ياهن هالعادات، طولي بالك علي. رح أطلب لك قهوة. لا، أطلبي لي نسكافيه بهذا اللي بيحطوه معه المبيض. صرنا أكابر، بطلنا فولجير. تكرم عينك. لو سمحت، بعت لي واحد نسكافيه مع كوفي ميت. شكرا. مددت الحجز يومين، شو رأيك؟ معناها مبسوطة. عملت عين العقل. من زمان بدي أقعد هيك أرتاح لي يومين. مشتهي الإجازة شهوة، والإجازة مع حبيب القلب غير شكل. حاجتي بمعركة، لسه طالع من معركة داخل بمعركة. طلبتي لي نسكافيه؟ بل شو اسمه؟ تفضل. يعني هاي المعاملة وهو هي تقديري بالك عليها. لك الله يسلم ايديك ويجبرك ويعمي عنك. ولا يهمك، سلمينا استاذ رامي. لك الله يسلم عمرك. مع السلامة. يخلي لك شباب. ولا يهمك، اهلا حجي، يلا معك، مع السلامة. سلمي على استاذ رامي. لك الله يسلم عمرك، يخلي لي اياك. اهلين. يا اهلين اهلين عمو، اهلين. استغفر الله العظيم. خير؟ شو ابوك تعبان اليوم؟ لا الحمد لله، ليكم باحسن حالاته ورايق وهادي وما احلاه. شو؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اخي اعطيني هوياتكم، خليني امشيكم بسرعة. يلا اذا سمحتوا. تفضل. يا مسواق ادم. تفضل استاذ. اسف، ما فيكم تفرغوا الارض. بابي بابي. خير؟ ورا ناقصين شيء؟ هاي العقد، وهي صاحب العلاقة، وهي عندك شك بيت المبلغ جاهز. في قرار قضائي بالحجر على صاحب الارض الحجي هون. حجر؟ حجر شو؟ حجر صحي، يعني اللي مشترين منه الارض مجنون وغير كامل اهليه، والحجر لصالح ابنه مجد. ايه انا مجنون؟ مجنون. شو قلت؟ مين اللي عامل الحجر؟ اخوك مجد. شبك انت الثاني ما عاد تعرفه؟ والحل هلا؟ الحل انكم تجيبوا قرار قضائي يفك الحجر. ممكن صورة عن قرار الحجر؟ ايه تكرم. وين حتى تعال اقول لك يا وين؟ هدي شوي هدي شوي. مرحبا استاذ. كلمة كلمة بس. انا بالسجل العقاري معلي. كلمة. ايه معي ابو وائل وابن وائل. اعطيني اياه لشو؟ ايه ماشي على راسي، بيحكي معك وائل. الو. الو. الله وكيلك، علمي علمك ما بعرف شيء. كلمة بس. ايه خلص، اعطيني شوية وقت بس لروح على البيت وشوف شو صاير وبخبرك. ايه خلص. ايه ايه يلا مع السلامة. باي باي. أنا بورجيك يا مستر الكلب. كلب كلب بيعوي. تفضل. معلم ما فيك تحلنيها من عندها. لك انت شو عم تحكي؟ هي فيها اسرابة، القرار سجل اليوم اللي اشتريتوا فيه الارض. لكن شلون اعطيتنا الاسبوع الماضي سجل نظيف؟ لانه كلب. سمحت لا ترفع صوتك، سجل الارض كان نظيف وهلا صار محجور على صاحبها، يعني ما بيحق له لا يبيع ولا يشتري. يلا الله معكم، الله معكم، يلا مع السلامة. يلا بابا امشي. هاي بنت سليمة. بابا امشي. هاد نصب احتيال. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. مين غريمنا؟ غريمنا صاحب الارض، وبما انه بتنقصه الاهليه فهو غير مسؤول عن افعاله. نعم قصه مشربكه. اسمع استاذ، لاقي لي حل، محاكم ما بدنا ندخل بنوب. برايي تحلوها بالتراضي. نعم شو اللي عم يصير؟ الواحد بينام بفيق بيلاقي حاله رح يرتكب جريمه قتل لحتى يحافظ على حاله. معقوله يا استاذ؟ اطلبي لي مسعود فورا.
ميوش تحبي نرجع نعملنا نزلة شوبينج تانية قبل ما نمشي؟ لا ما في داعي، جبنا كل شيء. على راحتك حبيبي. الو. اهلين اهلين استاذ عبد. الحقني يا استاذ مسعود، الحقني دخيلك، لك انخرب البيت تبعنا. لك معقوله يا زلمه تعلقنا مع ناس نصابين ومحتالين؟ طول بالك طول بالك اخي عبد، اهدى وخلينا نحكي على رواق. الله يرضى لي عليك. اسمع منيح لحتى لا تضيع لي وقتي ولا ضيع لك وقتك. انا مسؤوليتي بتنتهي عن توقيع العقد، انا مالي مسؤول عن غباء موظفينك ومستشارينك القانونيين. لا سيدي انت المسؤول، وبكره بنشوف عضله بالمحاكم. وطي صوتك واحترم المقامات، لا تكسبني عدوك فيني خلي خسارتك خمس اضعاف، وعلى هذا الرقم لا عاد تدق. يلا مع السلامه. لك رجال عم يجي على بيت اهله ويعرفهم على عروسته، شو فيها؟ لازم نحبها ونحطها بعيوننا. برافو عليك ابو زهير، هيك ها؟ بحبك قوي وابو ضاي. ولك شو دخلنا؟ لك طيب شلون شو دخلنا؟ مسعود ابننا وعروسته كنتنا. ضل يعذب بليلى لحتى طفشها وخلاها تطلب الطلاق. يا ماما يا ماما، مايا من صنف تاني، مناسبة للمرحلة الجديدة اللي عم يمرق فيها مسعود. يعني بدك تحضري حالك هلا للعروس اللي بده ينقيها ابنك فراس، لأنه لازم تكون مناسبة ولائقة بالمرحلة الاجتماعية الجديدة. المهم تكون مرباية وأخلاقها عالية. المهم تكون حلوة وتحب أبو وديع، وتتصور وهي عم تأرجل بالمجلات. بقى والله مشتيه شوف ولادك قريبا بالاسواق بوعدك. اذا ضل فراس ومسعود معتبريني اختهم اللي ما بيرفضوا لها طلاق، رح اتجوز وارجل وسفه، بس مو لابو وديع، لفضل شاكر بحبه اكثر. هلا سفي لمين ما بدك وتصوري شلون ما بدك، المهم تتجوزي. خلص بابا وحياتك بوعدك، اطلع هلا على الحاره نقي لي واحد اتجوزه. خلص خالته عيونا، بدك تعلميني كل الاكلات اللي بيحبها مسعود. تقبري قلبي بدك تطبخي له؟ طبعا، مو انا مرته. شوفي حبيبه قلبي، مسعود بحب بطنه كثير كثير، وخاصه الحلو. بس ليكي هذا مسعود ما بيلفع البيت، لازم انت اللي تخليه يلفع البيت. بنرجع لحديثنا، مسعود بحب المحاشي بانواعها، والمجدرة واليبرة. أنا أكثر شيء بحبه الحب، مو هيك ما أحكي له؟ خالته رح تجي تسكني معنا؟ خالته نسيني الله يرضى عليكي، أنا كثير مبسوطة بحارتي وحابة هيك أهلي وجيراني وحبايبي. بس ما قلتي لي أمك بتطبخ لكم بالبيت؟ ما بعرف، ماما توفت وأنا عمري 7 سنين، بس بيقولوا لي عماتي انه كانت طباخه شاطره. الله يرحمها. صحيح بدي اسالك، ابوك عن جد كان وزير؟ الحقيقه اكثر من وزير. ايوه ايه فهمت عليك.